نروح لملعب المباراه مع زميلنا امير هشام وينقل لنا بقى اجواء الفرحه في ملعب المباراه. مساء الخير يا امير. مساء الفل عليك الف مبروك يا حبيبي. الف مبروك. مبروك لكل الكباتن في الاستوديو. عجبني قوي عجبني قوي كلمه الكابتن هاني رمزي، قال لك الاهلي في حته ثانيه. دي حقيقه، الاهلي بينافس مع ناس ثانيه خالص. الاهلي موجود في مكان ما حدش عارف يوصل له لحد دلوقتي. فالف مليون مبروك بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره اللي يستحق اكتر من كده بكتير. الاهلي عمل كل اللي عليه في المباراه النهارده وقدر ان هو يفوز بالمركز الثالث ويكرر انجاز 2006، وده حاجه كبيره جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. خليني اقول لك الاجواء اكثر من رائعه هنا في ملعب المباراه. الكل سعيد والكل مبسوط بشكل كبير جدا. خليني اقول لك كمان، والله كان طموح جمهور النادي الاهلي ان احنا نوصل للنهائي، لكن ما كانش فيه نصيب. والمنافسه كانت قويه جدا. الجيل ده اول مره يتاهل لكاس الاحلام للانديه ياخد البرونزيه. احنا ما خدنا برونزيه قبل كده، كان جيل في مشاركه ليه، لكن الجيل ده اول مشاركه ليه شارك في كاس العالم للانديه، حقق الانجاز الكبير ده. فده يعني دفع قوي ان احنا باذن الله تعالى الاهلي ياخد افريقيا السنه الجديده، وباذن الله كمان يوصل للمباراه النهائيه. وهيبقى في شغل كبير جدا على الجزئيه دي. حاله من الفرحه الكبيره هنا في استاد المدينه التعليميه. جمهور النادي الاهلي لسه مستمر في الفرحه حتى الان، وخصوصا بعد الفوز الكبير ده، وكمان بعد الاداء الجيد بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي ما كانش موفق في كور جدا في المباراه، وكان عنده يعني الافضليه على مدار 90 دقيقه، وكنا احنا افضل في الحقيقه. فالف مليون مبروك، الف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. احكي لي بقى ساعه ضربات الجزاء كان الجمهور عامل ايه؟ كل كان اعصابه طبعا. الشناوي بطل مصر الله عليه، محمد الشناوي كان في ثقه كبيره جدا كل الجماهير في محمد الشناوي النهارده. محمد الشناوي شال كورتين غير الكره اللي اتلعبت بره. بطل بمعنى الكلمه، يستحق كل التقدير في الحقيقه. محمد الشناوي هتافات كانت ليه كبيره جدا، هتافات لكل اللاعبين، حتى مروان محسن قبل ما يشوط الكوره كانت هتافات لمروان، وهو في الحقيقه لعبها كويس جدا لكن ما كانش موفق. بعد ما ضيعها برضه في هتافات لمروان. في ثقه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي لكل لاعبي الفريق اثناء ضربات الجزاء. وكان عندنا احنا الافضليه عشان كان عندنا محمد الشناوي بطل وافضل حارس في افريقيا ومن افضل الحراس، مش هنبالغ لو قلنا في العالم بالكواليتي بتاعه ده وبالامكانيات بتاعته دي. فعلا محمد الشناوي يستحق اكتر من كده بكتير، بطل من ابطال النادي الاهلي. هو خد رجل المباراه مش كده؟ طبعا هو اللي خد رجل المباراه ويستحقها طبعا. الراجل ساهم في الميداليه البرونزيه. كان عندنا ثقه كبيره يا كابتن ايمن كبعثه بالكامل وكلاعيب النادي الاهلي داخل مقر الاقامه، ان احنا مش هنرجع مصر باذن الله غير معانا الميداليه البرونزيه. الثقه دي والحماس ده هو اللي خلى الاهلي النهارده حلو في الملعب، هو اللي خلى الاهلي عنده الافضليه في معظم اوقات المباراه، وهو اللي قاد النادي الاهلي ليفوز بضربات الجزاء الترجيحيه. يمكن هاخد من كلامك يا امير ان انت بتقول احنا كنا مصممين ان احنا نرجع بميداليه، والحمد لله ان احنا رجعنا بالميداليه البرونزيه. ولكن مستر موسيماني قال بعد الماتش كمان النهارده ان احنا كان طموحنا اكتر من كده، وان احنا كنا جايين علشان نوصل للمباراه النهائيه، ولكن الحمد لله قدروا الرجاله دولت بتوفيق من ربنا وبتشجيع من جمهور النادي الاهلي العظيم ان هم يجيبوا الميداليه البرونزيه، وكنا نستحق اكتر من كده، والجمهور العظيم ده يستحق اكتر من كده، واللعيبه دي تستحق فعلا انها تلبس الفانيلا الحمراء. وده اللي انا قلته لك يا كابتن ايمن في بدايه المكالمه. كان الناس كلها هنا بعتة جايين عايزين نوصل المباراه النهائيه، حتى لو على حساب بايرن ميونخ. تخيل الاهلي لو كان طريقه معاه بايرن ميونخ، كان زمان الاهلي يلعب المباراه النهائيه دلوقتي، لان احنا فعلا اعلى منه. الاهلي قدم مباراه احسن، لكن في كل الاحوال لما خسرت في البطوله دي خسرت على ايه؟ بايرن ميونخ، افضل فريق في العالم دلوقتي، افضل جيل في تاريخ بايرن ميونخ، جيل الحالي. فانت يعني ده كان امر منطقي كوره ان بايرن ممكن يكسب النادي الاهلي، لكن في كل الاحوال النادي الاهلي هيسعى باذن الله ليوصل للمباراه النهائيه البطوله الجديده عشان يكسب افريقيا، لان لسه في شغل كتير جدا هيقضي طاقم كل النادي الاهلي. الجهاز الفني اللاعبين ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني واللاعبين تحديدا ومسؤول النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اللي دايما ورا الفرقه وبيتعاقد سواء في الحلوه او في المره، هو عامل السحر في كل خطوه بيفكرها النادي الاهلي نحو اي انجاز جديد. وده اللي حصل النهارده، وان شاء الله باذن الله طموح النادي الاهلي بلا حدود، طموح النادي الاهلي في يوم من الايام يحقق اللقب ده. ليه لا؟ عندنا الامكانيات وعندنا الدوافع اللي تخلينا نحقق البطوله، عندنا الجمهور اللي بيبقى ورا الاهلي في كل مكان. فان شاء الله الاهلي يكون ضافه فيما هو قادم، والف مليون مبروك لكل الاهلاويه. الله يبارك فيك يا حبيبي. طمنا على جميع اللعيبه وعلى بواليا بالذات. ان شاء
وقع خبطه قويه في دماغه بالظبط، اعتقد يعني شد الفرص فيها، فبالتالي كان صعب ان هو يكمل المباراه مباشره لما لقى كده مستر موسيماني قرر ان هو يغيره. لكن الموضوع يعني ما يعطلش دوليا عن المباريات اللي جايه، عندنا تحدي افريقي مهم جدا، مباراه المريخ، عندنا المشاركه بتاعت مصر والدوري المحلي. الكل سليم والكل جاهز. علي معلول سليم، اقول لك الموضوع بالنسبه له مش هياخد وقت، هي ايام. علي معلول يتمرن بشكل جماعي مع المجموعه بشكل طبيعي ان شاء الله. حسين الشحات وكهربا هم في اي مشكله، هم كانوا طبعا مرتين في المباراه دي. الكل الحمد لله سليم والكل جاهز ان شاء الله للفتره الجايه يا كابتن عيني. الف شكر يا امير، والف الف مبروك لكل جماهير نادي الاهلي.